يا بيت اهلين وسهلين. انا بشرفني ناس مراخي ابو محمود. انا اللي لي الشرف ناسبك يا عمي ابو سليم. طيبون للطيبات. خلونا بالمهم هلا. بدنا نحكي بالمتقدم والمتاخر. عمي شو بيقول ابو محمود؟ انا موافق. باصمنه بالعشره. شو قلت ابو محمود؟ عمي ابو سليم هو ابو ولا العروس. شو بيحدد انا جاهز. نورنا ابو سليم. اخي عشرة متقدم وعشرة متأخير، وشو بيقول ابو محمود؟ انا ما بعرضه. عمي ابو سليم انا راح ادفع 20 متقدم و1000 متأخر. الله يعزك يا ابو محمود. الله يعزك. يعني هالشي مو غريب على ابو محمود ابو سليم. الله يكتر من امثالكم يا رب. الله يرضى عليك يا بشير. الله يرضى عليك. لكن خلونا نقرا الفاتحة على نية التوفيق والقبول. آمين. زعلي أم الخطبة فعل مو منيح. يا مو أنت بتعرفي إني أنا مجبورة على هالجوازة وإني لا لي رايدة أبو محمود وبدي أرجع لعزة. حاجة تقلي له عزو. عزو ما رح يرجعك. فهمية بقى، ما رح يرجعك. طب يا أمي يمكن لو أنا استنيت. لك حاجة بقى لو يا ريت. أنت أمي سمعتك بالحارة مو منيحة. يا أمي ليش مو منيحة؟ أنا شو عملت؟ تجوزتي رشدي، اتهمك بالسرقة، هربتي ورجعتي، جوزتي عزو، اتهمك بشرفك. يا أمي بس أنا بالجوازتين مظلومة، وإنتي بتعرفي إني أنا مظلومة وبريئة وشريفة كمان. الله لا يوفق كل واحد ظالم. بعرف إنك مظلومة وبعرف إنك بريئة. بس يا أمي الناس إلها ظاهر. واحمدي ربك إنه أبو محمود رح يستر عليك بعد كل شيء صار معك ومعنا. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله يسلمك. وينك؟ ما رح نكتب الكتاب غير لحتى يكون جاهز من مشاميعه. يا تانيو بس ما يتأخر كثير. لا إن شاء الله. شغلة شهر زمان بتكون بنتك عنده مستورة بإذن الله. الله يهونه يا رب. مهوني مسريب مهوني. وأنا رح يرتد لي اعتباري بالحق. رح ينقطع كل انسان حكى علينا وعلى شرفنا وعلى فكري. باذن الله باذن الله. يسلموا ايديك على الشهاده بنت الحلال. بكره رح اخبر كل نسوان الحاره. اي الله يرضى عليك. يا بي قال ابو محمود بده يتجوز فكريه. ايه جوزها. انت شو دخلك فيها؟ طلقتها وانتهى الموضوع. بس انا ماني موافق. شو لساتك عم تفكر فيها وبدك اياها؟ لا بي انا ما عاد بدي اياها بلهم. لكن ليش قلب وشك ورافض انها تتزوج؟ لانه هي العمله ما انا عملت رجال. لا سيدي هي عملت رجال وعملتهم ما فيها لا غلط ولا حرام. هن الحرين. انتوا ظلمتوني ظلمتوني وظلمتوا صياح وفكري. شو عم تقولي وليه؟ انت اسكت. اختك عم تحكي صح. لو عن جد صياح مثل ما عم بتقولوا كان تجوز فكري ما كان تجوز ريحانة. القصة من الأول كلها ما لها ظابطة.
مزبوط، عم تحكي مزبوط يا بنتي. نحن تسرعنا بالحكمة عليهم. الله يلعن يلي كان السبب. الله يسامحكم، الله يسامحكم. شو يا بي؟ شو بدنا نساوي هلا؟ ما بدي اياك تتعرض لصياح ابدا. يا بي انا ما عم بحكي عن صياح. لكن عن شو عم تحكي؟ انا هاي جوازي ما بدي اياها تصير. اعوذ بالله، لك انت شو دخلك؟ شو دخلك؟ مرة وطلقتها، هن حرين، شو ما بدهم يساووا؟ شو هالحقد الاسود يلي بقلبك؟ مو معقول. مرحبا ابو محمود. اهلي. اللي عملته مش شغل رجال ابدا يا ابو محمود. عن شو عم تحكي؟ عم بحكي عن خطبتك من بنته لابو سليم. لا تجيب سيرتها للمستوره على لسانك بنوبها. ابو محمود مو من حقك تخطبها وهي. هي شو؟ بنصحك تفسخ الخطبه احسن ما والله العظيم يصير شيء ما يعجبك. يصير اللي بده يصير. وانت ما عاد بدي اسمعك عم تجيب سيرتها على لسانك، احسن ما كركب لك حياتك كلها. ماشي يا ابو محمود، بسيطة. على ما بخيلك اركبه. ماشي. درميل! إن شاء الله ألف ألف مبروك يا أم سليم، والله يتمم لها على خير. الله يسلمك والله يبارك فيك إلهي، وإن شاء الله بتشوفي بنتك عن قريب بجاه الحبيب. آمين يا رب العالمين. الله كريم، الله كريم أم سعيد. إن شاء الله. إيه ما قلتي لي، إمتى حددتوا العرس؟ والله لسه ما حددنا. يلا الله يتمم على خير، المهم البنت مبسوطة وارتاحت من القيل والقال اللي طلع عليها بالحارة. الله لا يوفق اللي كان السبب. والله بنتي مظلومة يا أم سعيد، مظلومة. وهي الله رح يجبر بخاطرها ورح تتجوز. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. وأنا يا أم سليم من طلعتي من عندك رح دور على كل نسوان الحارة وخبرهم، وأولهم شهيرة خانم. لكن أبو محمود خطب بنت أبو سليم. إيه خطبها، مثل ما عم أقول لك. إيه؟ شو عليه؟ بيصير خير يا أبو محمود. لك ترك نسبكم، نسب الشرف والأصالة، ولحق نسب أبو سليم اللي بيسود الوش. خلاص جميل، خلاص كرمال الله لا تكفي كلامك. لحظة صخر، أنا بعرف إنه كلامي بيزعجك، بس أنا لأني بحبك لازم أقول لك هذا الحكي مشان تروح لعند أبوك وتعرفوا شو بدكم تعملوا مع هذا الواطي. إيه شو علي، بصير خير. عطرك يا شام حبي عطر قدي عطرك يا شام حبي عطر.